هما البنات كاينين هدايا في محل اخوين للمجوهرات اللي خديتي اي حاجه الكود البرومو البنات عندنا بزاف الهدايا خليكم معنا حتى الاخر. هادو غيبقاو حصريين في القناه ديالك لالا لطيفه ب 30 درهم. يلا البنات هادو كاملين. ايوه ايوه ياك البنات دائما في الجديد كاين هاد الجلوي هذا في هاد الشكل هذا اللي تيجي شوفوا كاين هنايا بلاستيك وكاينين بالخيط يعني هادو البنات تيمشيو ب 50 درهم وهاد الموديل شوفوا معايا هاد الموديل تيجيو 3 في 1 وغير 130 بدل 170 بالخاتم ديالو براسلي فيه 3 بالخاتم ديالو. هاد الطقم هذا ديال لويزا البنات وبالكورميطه هاد الطقم كامل البنات اليوم غير 180 درهم وكلشي يلبس الذهب هذا غيبقى لكم ب 150 درهم حصريا. طب 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 الله يعطيك الخير البنات شوفوا معايا اخر ما كاين في المضمات شوفوا معايا الكارتين بيض وصفر شي حاجه طوب البنات شوفوا معايا اخر ما كاين في المضمات وبثمن الجديد في البلاكيور شي حاجه طوب عاوتاني الكلويه البنات في جميع الموديلات في البلاكيور هاد الاطقم كاملين اخر ما كاين فيهم وغير 180 صورد اليوم لمتابعات العثمانيات شوفوا معايا اخر ما كاين في الذهب حتى هو هاد الطقم كامل البنات براسلي طوينكات والخاتم والسلسله بالبوندونتيف ديالها هادشي كامل. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال عواشركم مبروكين نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واليوم انايا عند مجوهرات الاخوين يتعطلنا عليكم شويه ولكن اليوم جينا وجبنا معكم الجديد البنات اليوم عاوتاني انا مداهبه عليكم عاوتاني داكشي فن والجديد ودائما الحصري والثمن المناسب اخر ما كاين في الكلاسيك فليكس بي ودائما الجديد والثمن المناسب. اهلا كي دايرين لاباس عليكم امين وياسين ثنائي زعما ما شاء الله عليكم الله يبارك فيك ويطول عمرك ولكن شوف كل حاجه في وقتها مناسبه جيتو جبتو معكم ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله اييه ياك نمشيو للبحر نعوموا بهم ما نخافوش نمشيو للحمام ياك يلا نبداو على بركه الله كيف العاده البدات نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى باش نتوما تفكروا تصليو على النبي وحنا يبارك لنا الله في لا فيديو ديالنا وعلى بركه الله. سي لطيفة بالنسبة لهذا البلاكيور، البلاكيور كيبقى شوية ديال المحافظة. أييه. كاين لاسيكي اللي كسبي ماشي ضروري غادي يبقى هو هو، ماشي ضروري كيبقى. بلاتي خويا أمين هذا اللي في إيديا شنو هو؟ اللي كنت خديت من عندكم الأول اللي فيه. هذا اللون ديال لاسي هذا كيكون شوية خيمة. هذا البنات أنا خديته عندهم أول مرة صورت معاهم. وكنت في الاول تنتهلا فيه وفي الاخر ملي كنمشي به الحمام ما كنحيدوش من ايديا وبقى هو هو شفتوا البنات واحد يعني الفكره دابا هذا خصني مثلا هذا لاصي هذا براسي شوفي الحجم ديالو مثلا ديكتاج اييه كيكون حجم كبير حجم كبير عكس مثلا ديال السلسله كتكون رقيقه رقيقه المهم هادشي بغيت نوصل للبنات انا البنات مع الحساسيه امين لاصي كيكون بحال كحمر وليكس فيها كيكون صفر ها هو في يدي الصفر ها هو مع الاضاءه شويه ناقصه عندي اللي ملي هي لاصي وليسري ليكس غندير لكم ان شاء الله من هاد الموديلات هادو شوفوا معايا هاد الموديل الموديل داير بحال شكل ديال الذهب شفتوا هذا بحال شكل ديال الذهب فيه طوينكات وفيه الخاتم وفيه السنيسله بالبوندونتيف ديالها وفيه البغاصلي شحال تيمشي هاد الطقم خويا ياسين ودائما بالبرومو ديال العثمانيات هاد الطقم هذا كله ملي غندوزو بواحد البروموسيون زوينه في القناه ديالك وهذه كبدايه 180 درهم كل ما الاطقم اللي غادي ندوزو ها اول ها هو الطقم 180 كاين هاد الطقم على شكل بنانه كيتسمى اي هذا غلاف شوفوا البراسلي ديالو حتى هو 180 درهم كاين هاد الشكل ديال الخميسه حتى هو فيه براسلي وفيه خاتم وفيه السنسله بالبوندونتيف ديالها وبالطوينكات ديالو حتى هو 180 كاين هاد الموديل هذا شوفوا معايا اييه الطوينكات والخويتام والبراسلي كله حتى هو 180 كلهم هادو موديلات ديال الذهب هادو خارجين اييه موديل ديال الذهب ماشي ديال الجمله اختي لطيفه حيت نتوما تديروا اصلا بالجمله وبالتقسيط كتبيعوا بالجمله وبالتقسيط كاين موديل اخر حتى هو على هذا الشكل 180 كاين هذا الموديل هذا دابا هذا فاش نحسبوه دابا مثلا هادو كان الصفر كنقول هو ليكس بي هو الاصفر والاحمر هو لاسي ها انتم كلشي اللي كدوز عليه فيه الشكل ديال ليكس ها انتم دابا الاحمر هو هذا
والاصفر هو هذا وقطع وغالبا ما كيكون في ليكسبيرونس ما كيكونش في لاسيلاسي كتكون واحد الكميه قليله غنوريوها لهم ان شاء الله. شوفوا هذا الموديل هذا حتى هو بحال شكل ديال الذهب شفتوا حتى هو 180 في تواطوين قالت الخاتم سميسلا بالبوندونتيف ديالها والبراسلي. كاين هذا الموديل هذا حتى هو كيبان ذهب ذهب حتى هو 180 شفتوا. كاين هذا الموديل هذا حتى هو الشكل ديالو زوين هذا كارتي فيه الصفر وفيه البيض فيه الصفر وفيه البيض اييه الاخر اللي حدا هذو ثلاثه اللي غادي اييه هادو وهذا حتى هو واعر هذا عنده شي اسم هذا وكاين موديل اخر اللي هو هذا حتى هو البنانا اييه موج هذا حتى هو 180 درهم. كاين هذا الشكل هذا شوفوا كيفاش جا هادو كلهم اطقم العيد ان شاء الله على لا ذهبي ليا ذهب الدراوش كلشي يلبس اللي عنده واللي ما عندوش كلشي العيالات كنبغيو نهار العيد ان شاء الله لبسوا ديك الجليبه ديالنا وداك القفيطين ديالنا اييه ومهم اللي ما عندهاش تجي تاخذ الطقم. كاينين حوايج هنا ابتداء ناخذ طبنقات من 20 درهم من 10 دراهم كلشي كاين ما شاء الله مرحبا بالجميع. هذاك الشيء اللي كاين ذهب الدراوش هو هذا. كاين هذا الموديل هذا حتى هو وهذا الموديل حتى هو غزال شوفوا هذا كيفاش جا جاب البغاصلي ديالو حتى هو بالطوينكات يعني الاونسومبل حتى هو 180 هذا اونسومبل ذهبي بلدي هذا حتى هو 180 الخاتم والكورميط والسلسله والطوينكات ديالو هذا مجموع كيتحسب الثمن بلاصة 180 راه كيديروا غير الطوينكات بوحدهم 100 درهم اونسومبل هذاك 180 هذا البنات غير الطوينكات ديالو دايرين 100 درهم دونك الاونسومبل كامل 180 دائما هذا الشيء تيبغي التهلو. كاين هذا الموديل هذا حتى هو الشكل ديالو بحال شكل ديال الذهب شفتوا حتى هو 180 هذا رائع هذا واعر هذا ياسين غزال هذا شفتوا هذا كيفاش داير فن هذا حتى هو موديل في كارتي بيض والصفر و 180 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو شفتوا حتى هو غزال هذا بالبراسلي ديالو. كاين هذا الموديل هذا كاين 3 دي حتى هو ودي حتى هو طوينكات والخاتم اييه شفتوا حتى هو 180 درهم. شوفوا هذا الشكل هذا خطير واعر 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 هذا واعر هذا حتى هو لقيت واحد الكاد ضعيفه هذا يجي زوين لان الراس ديالو ضعيف صغير ماشي ديال ذوك الناس الكبار لا حتي حيت اييه دواره صغيره وشكل رومي ستيل رومي. المشكل هذا العبار ديال اليدين الضعاف بحال يدي انايا ديما البراسلي تيطلع لي الفوق ايوا البراسلي يجي ياك الله يعطيك الخير وكاين يد كتكون كتكون ضعيفه غالبا كدير الكورميطاج دابا هذا راه يا الله البنات هذا الطقم غزال هذا رشحته لكم واعر 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 كلهم فنين ولكن كل طقم عنده واحد هذا رائع رومي وي هذا رومي هذا فن 180 درهم. كاين هذا على شكل فنيته هذا على شكل فنيته تا هو اييه فيه تا هو الطوينكات ديالو الخاتم والبراسلي. كاين هذا الجلوي شفتوا الجلوي اللي داير انا واحد البراسلي فيه رائع انا جيت وعجبني اول حاجه شفتها هو هذا شفتوا بالطبعه ديالو هذا شنو كنقولوا الفيس الفيس بالجلوي واعر 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 والبراسلي اللي البنات راه ديالي هذاك راه قديم عندي وباقي هو هو دائما من اول فيديو اي من اول فيديو الصراحه نقولوها 180 هادو كاملين 180 اللي بغات شي حاجه دير سكرين تيصيفطوا في كازا في خارج كازا وحتى لاوروبا. يلا المتابعين ديالنا ديال اوروبا انا جبت لكم ونزلوا واحد التحيه اللي جاو عندنا الناس ديال اوروبا اييه الناس دابا اللي دخلوا دابا ما بقاش دابا كنصيفطوا غالبا الناس دابا كيجيو عندنا مرحبا بهم واللي باقي ما جاش الله يجيبو على خير الله يجيبهم على خير ويردهم على خير ان شاء الله. دائما في الاطقم طقم اخر حتى هو واعر هذاك رومي حتى هو 180 180 شوفوا معايا هادو كلهم خمسه ديال البياسات اييه شوفوا هذا الفان كليف كيفاش داير اييه واعر حتى هذا غزال شفتوا حتى هو 180. كاين هذا الموديل هذا حتى هو 180 كما قلت لي عاونا في السكرين وصيفطوا لنا السكرين باش هادو كاملين غدوزو اختلاطي في 180 درهم اييه كلهم هادو 180 والسكرين حتى واخا نجيو للمحل نديرو سكرين باش توريهم هما يجبدوا لك الموديل واحد الفكره سيدي لطيف هذا ماشي 180 راه بقى لك 180 ياك راه الكليان ملي كيجي عندنا مثلا المحل ما نفرج لك الفيديو لا والو راه 230 220 اخر ثمن ديالو 200 درهم هذا باش كيدوب اخر ثمن. يلا البنات القناه ديك كنشجعوا الناس باش يجيو مرحبا مرحبا بهم والله يعطيكم اييه الله يعطيكم الخير الله يعطيكم الخير. كاين هذا الموديل حتى هو
كاين هذاك الموديل حتى هو كلهم فنين. كاين هذاك الشكل حتى هو على شكل بلدي. وشوفوا هذا معايا، شوفوا هذا واعر واعر. دابا شي كيدوخ داك الشيء. انا هذا الشيء هكا ما قنعنيش، غادي نضرب الدوره وغندورهم وغنوريهم حيت ما تيبانش. انا طلعت لكم الفوق باش يبان لكم. هما هادو اول طقم عجبني نات، هو الطقم يعني لتحت ما بانوش ليا، انا جبتهم لكم باش نوريو باش نمس بيدي كيف العاده من الدجاجه. ما قنعنيش هذا الشيء، شوفوا معايا يعني اخر ما كاين في الذهب بالنسبه للبنات اللي متبعين الموضه في الذهب. شوفوا معايا هذا الموديل، هذا ما عرفتش الاسم ديالو ولكن شي حاجه جديده وشي حاجه واعره. تخيلوا معايا هذا الطقم كامل 180 درهم، البراسلي والخاتم عريض والسنيسله والطوينكات، يعني شي حاجه طوب 180 درهم. القلوي اشكاله الانواع ديالو غنوريكم. اول موديل، الموديل الاول هو هكا، تيجي البراسلي وفيه هنايا هذا الشكل هكا من هنا، ومن السداده ديالو بحال ديال الذهب. هذيك قلبه على الناس بزاف، ما كطيحش وكيبان بحال الموديل، يعني ديريه راه كيدير الذهب. وكاينين الطوينكات ديالو هكا، والخاتم كبير، والبوندونتي حتى هي كبيره في نفس الموديل. شوفوا معايا هذا، هذا غادي بحال في هذاك الرسمه ديال طروات دي ياك، قلوي ومسمار وطروات دي. قلوي مسمار هاي الطبعه ديالو، ماشي المسمار، الفيس الفيس الطبعه ديال الفيس والطروات دي وعاد القلوي. شفتوا هذا حتى هو طقم خطير البنات، ثلاثه في واحد و 180 درهم. مثلا هادو بحال خويا ياسين كنقولوا تيلبس طاي 8، نقدروا نلقاو مثلا هاد الطقم فيه 8 فيه 6 فيه 9 من 7 حتى 9 7 تسعود. بحال دابا انا تلبس 6 في الخاتم، الخاتم اللي درت لقيت فيه 6، ولكن هذا 9 ولا 6؟ 9 9 دونك انا تلبس 9 شفتوا، ودرتو في هاد الصبع الكبير دائما في نفس الموديل. هذا عاوتاني رقيق على هذا، شوفوا الفرق بيناتهم، هذا وهذا، هذا رقيق وهذا العريض ديالو. دائما 180 الخويتم والطوينكات، شي حاجه خفيفه اللي كتبغي العرض راه كاين، كتبغي شي حاجه خفيفه راه كاين. دائما في القلوي شوفوا معايا موديل اخر، اي هذا عاوتاني داخل فيه نفس الشيء، داخل فيه طروات دي والقلوي، زعما ما شاء الله ما خلاوش لينا اي عجبو يعني. اي شوفوا معايا الموديل ديال نص طروات دي ونص قلوي، وشوفوا معايا هنا عاوتاني البراسلي كيفاش جوج قلويات. الموديل ديالو فحال شكل مسمار، شفتوا شوف الطوينكات ديالو صغار، والسنيسله طقم رائع شوفوا معايا واعر غزال، حتى هو 180. واخر موديل هذا عاوتاني فيه اي الطروات دي والحجيرات، هذا هو اللي الاخر ديال الذهب، هو هذا الشيء هذا مرحبا مرحبا مرحبا. شتو البنات هذا حتى هو موديل الاخر في الذهب، ودائما اللي عجبني في هذا الموديل هذا وهما السدادات عندهم شكل ديال الذهب. دائما في موديلات القلويه البنات كاين موديل اخر، واش هذا ابيض ولا انا كن ياك اييه هذا هو صفر، وهنا نقول لك اختي ابيض وصفر، هذا كيجي على شكل سطوار، واللي بغاتو طويل راه كاين، اللي بغاتو طويل بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار راه كاين بالطوينكات ديالو، حتى هما فيهم البيض والصفر. شحال تيبقى لنا هذا الطقم هذا؟ السلسله كتبقى ب 80 درهم، السلسله بوحده ب 80 والطوينكات ب 60 درهم، والطوينكات ب 60 درهم. بغيتيها السلسله بوحده، بغيتي الطوينك بوحدهم، كيبقى لك الاختيار. شوفوا موديل اخر دائما في الاطقم، طقم اخر هذا على شكل شتو كي داير حتى هو بحال فنيتات بالفيس هكا، شتو بالسميسله ديالو حتى هو 180 درهم. كاين موديل اخر حتى هو تيجي على هذا الشكل، الدراري قالوا لي هذا الموديل حتى هو خرج دابا في الذهب، شفتوا حتى هو 180 درهم، فيه سنيسله فيه الطوينكات فيه البراسلي والخاتم ديالو، هذا الشيء كامل ان شاء الله 180 درهم. وباقي الموديلات غندوز لكم البنات الفروج، وما ادراك ما الفروج، اللي ولا دابا داير طوندونس ما شاء الله في الذهب، وكل شيء غادي يلبس الذهب، الدرويش اللي عنده واللي ما عندوش. اول طقم غنبدا لكم به، بعد هذا اللي دايره انا في يديا، شفتوا انا دايره لكم الخاتم ودايره الكورميت ديالو، شفتوا اول طقم غنبدا لكم منه هو هذا، كيجي هنا الفروج طوينكات هكا صغارين شفتوا، وبالخاتم ديالهم، وهذه بالكورميطه تاع الايد فيها ثلاثه السنيسلات، ياك ثلاثه السنيسلات، وهذا الفروج في هذا الحجر، وكاينه سنيسله بالبلاكه ديالها ولا بالشين بالبوندونتيف ديالها. كاين هذا الموديل تيجي على شكل سطوار،
يعني هذه تجي على شكل سطوار بالطوينقات بهذا الحجر هذا، شفتوا كيفاش تيجيو. كاين هذا الموديل هذا، شوفوا معايا السلسله كيفاش داير الموديل ديالها، يعني شي حاجه فنه بالطوينقات حتى هما بالحجر. يعني هذا الموديل هذا هو هذا غير هنا بالسطوار وهنا بالسنيسله في هذا الشكل هذا، يعني هادو اللي دابا دايرين طوندونس في الذهب. كاين هذا الموديل هذا حتى هو الى لا بالفروج وفي هذا لي بول هادو ديال نقولوا ذهب ديال بلاكيور والسنيسله. اييه والسنيسله دابا شكون اللي تينقل من الاخر؟ واش هما اللي كينقلوا منكم ولا انتم اللي كتنقلوا منهم؟ صراحه هما حنا كننقلوا منهم ولكن كننقلوا اخر موديل، اخر موديل اللي ما كتقدرش تلقاها عندهم والذهبي كينقلوا منا. ياه كشي كينقلوا منا. وكاين هذا لي بول هذا حتى هو في هذه السنيسله. كاين هذه حتى هي رائعه، كاينه الكورمي تاع اليد وفيها هذا لي بول هادو. وكاينه السنيسله هذه فيها جوج ياك، هذه فيها جوج. كاينه هاد السنسله هكا، هادو البنات هما اللي خارجين دابا في الذهب وبالفروج بالحجيرات، شفتوا. كاين هاد الموديل عجبني حتى هو بزاف، شوفوا معايا كيفاش داير، نقرب لكم. هذا تيجي هكا على شكل ساروت، شفتوا هانتوما شي بان لكم، تيجي على شكل ساروت. والسنيسله هكا غليظه بهاد التويشيه اللي فيها، والطوانق كيجيو على هذا الشكل، تيجيو في هذه الدار هذه وبالطوينقات هادو ديال الفروج، شفتوا. نقولوا الاثمنه واش ثمن واحد ولا كل حاجه وثمنها؟ كل حاجه وثمنها. مثلا بحال هذا السطور هذا، هذا بحال هكا سطور طويل فيه جوج فراش، فروج من هنا فروج من هنا، كيبقى ب 100 درهم بلاتي بلاتي. هذا بوحدو 100 درهم، 100 درهم ها هو الطول ديالو، شفتوا ها الطول ديالو. يعني هادو تيجيو هنا في الجناب، تتجي هذه السلسله هكا طويله. هاو هاي السلسله الاخ امين باش تشوفوا مزيان. يلا شوف ها هي كيفاش كيجي في اللبسه البنات. كيجي الفروج هنا وهنا وكتجي السلسله في هذا الشكل هذا. وانا دايره لكم الكورميطه في اليد وفي الخاتم بالحجر، يعني هذا الموديل كاين في الذهب. هذه بوحده 100 درهم، 100 درهم. والطوينقات الطوينقات ديالو دايرين 80 درهم، 80 درهم. دونك غنقولوا هو 180 درهم، يعني هذا الطقم دو بياس ب 180 درهم. كاين هذا الطقم هذا حتى هو بشحال؟ هذا الطقم انا لطيفه السلسله دايره 80 درهم، الكورميط دايره 70 درهم، الطوينقه دايره 50 درهم، والفروج دايره 60 درهم. يلا كتقاد 260 درهم. الا بغيتي اونسومبل كتقاد 250 درهم. الا خديتيه اونسومبل تتنقص لك 10 درهم، الا خديتيه كل حاجه بوحدها اللي بغيتي. الموديل هذا حتى هو زوين عجبني، هذا احسن موديل. اييه وارقى موديل، كلهم واعرين. هادو راه حدارات ذهبيه جايب عندهم في الذهب. اييه والناس اللي كيعرفوا ديك الموديلات ديال الذهب وكيدوروا على الذهب كيشوفوا. الا شتي اختي جارتك شاريه ديال الذهب ولا صاحبتك سيري شريتي تاع البلاكيو. مرحبا وراه تبان بحال هكا. هذا الموديل كيبقى ب 90 درهم السلسله ديالها. السلسله ب 90 درهم والطوينقات 80 درهم. هذا لطيفه اللي كاين. لالا ولا فاطمه الزهراء. اييه مرحبا. وهذه السلسله ديالو كتبقى 80 والكورميطه ب 70. السنيسله ب 80، الكورميطه ب 70، والخاتم ب 60 درهم. 60 درهم تيدور. تيدور تيدور على دوبل فاس. تيدور. نشوفوا هذا الموديل هذا. هذا شوفي هذه السلسله هذه راه كنا شرحناها باش يشبعوا. هذه 90 درهم والكورميطه 70 والطوانق دايرين 60 درهم. 60 درهم فيها دوبل فاس. هذه حتى هي زوينه هذه السنيسله هذه ديال فروج ساروت، شفتوا هذه فروج ساروت. 90 والطوينقات دايرين 80 درهم. 90 80 درهم. ودائما في الفروج هذا صغير، هذا صغير تيجي على شجيره هكا. هذا شحال الثمن ديالها؟ 80 درهم. 80 درهم. وكاينه سلسله هنا حتى هي هذه دو بياس كتمشي راها ملاصقه. هي جوج حجيرات وبالخاتم فيه حجيره حتى هو. مثلا بغا السلسله ولا بغا وفروج فروج. 90 درهم وهذا 60 درهم. 90 60. كاينه هذه عاوتاني على شكل مربع حتى هي واعره هذه. شوفوا معايا هذه حتى هي بشحال؟ 90 درهم. 90 60 درهم. كاينه هذه كل سلسله كتبقى بوحدها. هذه راه السلسله بوحدها وهذه داخله في السلسله من هنايا وهذه فيها بحال بونبون. لا هي العلاقه ديالها الثمن ديالو كيبقى حصري ب 70 درهم. هادو ب 70 درهم. 70 درهم 70 درهم. الفروج هادو التوانكات هادو القدام اللي كنسموهم ديالنا دايرين 30 درهم. هادو ب 30 درهم. البروموسيون ديالنا لطيفه. يلا البنات الطوينقات تاع اييه لا شرحناهم، هادي بالعلاقه وهادي كتجي لاصقه في السنيسله مباشره.
هادي ستيل رومي وهادي ستيل بلدي باش يفهموا. وطوينقه الفروج ب 30 درهم اييه هادو لحدهم باش يشوفوا الناس هاد البلديين بحال كاين 30 درهم. شوفوا الميمات اللي ما عندهاش تاخذ طوينقه ب 30 درهم وتفرح براسها، كلشي يلبس الذهب. ونشوفوا موديل اخر، واحد الموديل ما هذا دورميطا وسليسلاح وطوينقه. هادشي عاوتاني للعشاق داكشي الغليظ اللي كتبغي داكشي عامر وغليظ، كاينين هادو كل حاجه بوحدها. نشوفوا السنيسله عامرين وكاتبه بالمجه اخرى بداك ماشي بالمنصاب كنقولوا كتبسعادي اييه. مرحبا وثمن حصري دور ميطا والطوالي ب 620 درهم. البنات هذا الطقم كامل غيبقى لكم 120 درهم. والطقم اللي انا لابسه هو هذا طوينقات بالفروج ودايرين بالحجر، هذا هو الخاتم ديالهم وهذه هي الكوغميت ديالهم شفتوا. والسنيسله حتى هي نفس الشيء معلقه فيها ثمن حصري. يلا السنيسله غليظه الطوينقات ديالو هاد السنيسله بحال هكا طويل وداير حجر ب 180 درهم. هاد الطقم البنات كامل 180 درهم. ونشوفوا موديل اخر دائما في الفروجه البنات وفي الجديد. ها انتم معايا الفروج عاوتاني كاينه فيه الكوغميت ودرناه على شكل خريشات شفتوا. يعني هذا الشيء فروج 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 خاصه غير الدل الذهب ديال القديم اييه. طوين قالت هما بدوك ثلاثه الحجيرات كما كانوا. الخاتم حتى هو شوفوا معايا الخاتم سيريكم تسيم على الذهب القديم اييه ما كاينش الفرق. وكاينه الكورميط ديال العنق حتى هي نفس الشيء كورميطه. هذا شنو نقولوا هذا واش لاسي ولا هذا لاسي؟ شحال تيبقى هذا الطقم هذا؟ الثمن ديالو كيبقى ب 180 درهم. هذا الطقم كامل 180 درهم. يلا البنات شكون اللي كندوزو بالصراحه الا ما جاش عندنا واحد من الكليان ديالك وقال لنا راه كنتفرج فيك ما كنبيعش لي بهذا الثمن هذا. انا اول ما غيسول انا غنقول ليه 250، ملي غيقول لي لا راه ماشي الشكر نبيعو ليه ب 180 حيت 180 كندير الثمن كنديرو اقل الثمنه. البنات بالنسبه للناس اللي قرابين للمصير سيدي مومن يجيو لهنا، والناس اللي قرابين لدرب غلف يمشيو لقصريه الزموري. قصريه الزموري غنخلي لكم العنوان ان شاء الله في صندوق الوصف. مرحبا بالناس اللي باغي الجمله ولا التقصات، اللي باغي الجمله كيجي عندنا الزموري ان شاء الله. اللي باغي حتى تما الجمله واللي باغي كيسات زوينين وباغي راه كاين كيسات هنايا زوينين ان شاء الله. اللي بغى التقصيط يجي لهنا، واللي بغى الجمله بالاخص يمشي للزموري، واللي قريب لشي بلاصه يمشي ليها. ونشوف الطريقه اختي اللي عجبها شي حاجه تسكرينيها. حتى الجماله مثلا كيكون بعيد سكريني لي واحد 10 الموديلات عطيتها من ديال الجمله ديالهم وصايي الجمله كتبدا عندنا حنا من 1000 درهم. الجمله كتبدا من 1000 درهم يعني من 1000 درهم تاخذي 1000 درهم ديال السلعه. 1000 درهم ديال السلعه ثمن ديال الجمله. وبالنسبه للتوصيل بغات الامانه راه صيفطات الامانه ب 50 درهم وكاينه شركه ديال اللوكس كتصيفطها ب 40 درهم. تنهضروا على الناس اللي خارج كازا. اما الناس اللي هنايا راه يجيو يعزلوا ريوسهم ويشوفوا الموديلات، حنا كنهضروا على الناس اللي باغيين يبيعوا ويشريوا فيه، وحتى البنات اللي باغا دير مشروع في الدار ديالها باش تبدا تاخذ واحد. بداو كيقولوا لي عطينا فكره كنقول لهم جي عندنا اللي ما كتكتبش كنديروا معاها وكنديروا معاها التمن. غير سكرينات وموديلات بزاف علاش كدار وكتعاون. اييه كتعاونوا وتعطيهم حتى الموديلات. البدايات ديالنا راه كانت صعيبه ودابا الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله الله يجيب التيسير للجميع. نشوفوا موديلات اخرى. البنات في الفروج يعني تبارك الله موديل ما يشبه موديل وعجبوا فيه. كاين هاد البراسليات هادو حتى هما على هاد الشكل بالفروج كيجيو هكا حتى هما دايرين طوندونس وتيتحلوا على هاد الشكل هذا. انا نلبس لكم واحد ونوريكم البنات. اييه كيتحل على حساب لاطاي كما كانت هي غليظه يا رقيقه. كانت رقيقه راه كتخشي بحال هكا، كانت غليظه راه كتخلي بحال هكا كتخلي بحال هكا. اييه هما كيفاش جاوا البنات ملبوسين يعني تيتلبسوا كيتحلوا تيتسدوا تياخذوا العبار ديال الايد ديالك وغادي يبقاو لينا بواحد الثمن اللي هو رمزي 90 درهم. يلا البنات 90 درهم. والفروج كما قلت لكم عجبوا فيه في الفروج البنات. كاين حتى هذا الموديل حتى هو ب 90 درهم. كاين هذا الشكل هذا ب 90 درهم وكاين هذا الشكل ب 90 درهم دائما في الفروج. البنات واحد الطقم رائع 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 بزاف بزاف. انا من قال لي الثمن صدمت قلت لي بلاتي خليني هذا نشرحه مزيان البنات انه طقم واعر والسنيسله ديالو فحال الموديل ديال الذهب. هذا غادي فيه سيخبو يعني الحنش شفتوا بالطوينقات ديالو فنين. سنيسله على هذا الشكل الكولي شوفوا شي حاجه روميه واعره وبلا باك ديالو الخويتم ديالو. شوفوا معايا الخاتم. هاد الطقم البنات غادي يبقى لكم اليوم بواحد الثمن خيالي ولكن الكميه محدوده. هذا غيبقى لكم ب 150 درهم حصريه. طب 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 الله يعطيك الخير البنات. هذا راه كان ب 230 درهم
واليوم ان شاء الله غادي يبقى لكم 150 درهم واعر واعر بلغاريا. واعر شتو اييه سيرفو ديال بلغاريا. يلا البنات لبسي بديل الذهب جيه هذه في هذه الموديلات ديال 150 درهم ولكن ماشي ثمنهم هذا برومو 150 درهم. شوفوا معايا هذا الموديل هذا لطيفه في القناه ديال كنحاول نطيحها. الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير خويا ياسين. شوفوا هذا الموديل هذا تدا كيتسمى الفانكليف. شوفوا كيفاش هذا الطقم هذا تا هو 5 ديال البياسات طوينغات البراسلي بسنيسله هنا هذا الموديل. شوفوا هذا الموديل هذا الفانكليف تا هو فهاد الشكل والبراسلي محلول. كاين هذا الموديل جا في الاخضر هذا الخميسه في شكل اخر. هنايا هذا الموديل هذا تا هو البلوطه في شكل اخر. دائما هادو 150 الموديل الاولي شفنا 180 الموديل اخر تا هو 150 درهم. الخميسه هكا في هاد التهدي زوينه 150 درهم. كاين هذا الموديل بلدي تا هو فيه طوينكات وسنيسله 150 درهم. الموديل بلدي تا هذا باللوينات 150 درهم. شوفوا موديل اخر هادو كلهم بلديين 150 درهم. هاد الموديلات هادو ب 150 درهم راه ما تلقاوهم في شي بلاصه اخرى. ودائما هادشي تيبغي التهلو دائما التهلو البنات. كاين موديل اخر على هاد الشكل هذا شفتوا حتى هو كيفاش داير. كاين هاد الموديل هذا هذا الاكس حتى هو. كاين هاد الموديل هذا حتى هو. هادو كلهم 150 درهم. ديروا سكرين اي حاجه بغيتوها لا ليفريزون في كازا وفي خارج كازا وحتى لاوروبا ان شاء الله. هادو اللورانيين تاهما هما كذلك هما ديال لاصي لطيفه. هادو هما لاصي من عندك من واحد وجوج وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه اللي حمرين اللي كيبان حمر بحال هادو. هادو هما اللي كيكون حمر لاصي. اييه شتو هادو كلهم 150 درهم. وكاين هاد الموديلات هادو كلهم تاهما 150 درهم. شوفوا معايا بحال هاد الموديل هذا. شوفوا الموديل هنا راهم بحال بحال ولكن هنا في شكل وهنا في شكل اخر. ايه موديل ما تيشبه موديل واعرين 150 درهم. الفانكليف فيها اللوينات فيها الخضر فيها الكحل. كاين هاد الموديل هذا بلدي على شكل حجيرات ومنبتين بالحجر شفتوا كيفاش دايرين. حتى هما واعرين و 150 درهم. الموديل اللي حداه والموديل الاخر هادو كلهم 150 درهم. سكرين البنات ومرحبا ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. دائما في 150 درهم البنات ديروا سكرين باش نتوما تعرفوا الاثمنه. هذا حتى هو تيجي اونصومبل في هذا الشكل. هذو البنات هاد البراسليت كيجيو رائعين في اللبس وكيجيو تيبانوا ذهب ذهب فيهم طوينكات فيهم الخوت 150. هاد الفانكليف حتى هو 150. هذا فانكليف وفي هاد الحجيرات هادو شفتوا كيفاش دايرين حتى هو 150 درهم. كاين هاد الموديل هذا فحال شكل هذا مسمار هذا فيه الطوينكات وفيه الخاتم وفيه السنيسله. هذا عاوتاني واحد الكولي هكا غليظ 150. هذا على شكل بلدي 150. هذا حتى هو 150 150 درهم. هذا الفيس فيه طوينكات والخاتم وشين بالبوندونتيف ديالها والبراسلي 150 درهم. لانفيني حتى هو بالغورميت الايد وبالخاتم طقم كامل حتى هو 150. هذا الاكس هي 150. هانتوما البنات لبسي الاكس ب 150 درهم والتهلو وكل شيء لبس ذهب دراوش فيه حتى هو البراسلي. عفوا الناس راه كاين البراسلي ديالو 150 150 درهم. حتى هو دوزتي حتى هو البراسلي ديالو هذا حتى هو عنده البراسلي ديالو حيت ما فيش اي كتكون يا البراسلي يا الكورميت كيمشيو 5 البياسات 150 درهم. اييه طقم فيه خاتم وفيه سنيسله. في الفيديو ديال بلاكي راه كيعرفوا بان هذا الفانكليب ما موجودش في السوق والكورمي طاب بوحده كدير 80 درهم ولا 86 درهم. حنا درنا للسوق كل شيء 150 طوينكات طوالين وبالكورمي تاع الايد وبالكورمي تاع العنق وبالخاتم يبقاو 150 درهم. بوحدهم اختي لطيفه طوينكات راه هادو كيتباعوهم 80 درهم بوحدهم. طوينكات بوحدهم 80 درهم كيتباعوهم 80 درهم. هذا الموديل هذا جا جا شويه الحمد لله رخيص حنا درنا ليه الثمن ديال الله يعطيكم الخير. الهوته الهوته الله يعطيكم الخير دراوش كلشي 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 مرحبا بي. شوفوا موديل اخر
دائما في الفان كليف وهادو حتى هما واحد الاطقم اللي غيبقى بواحد الثمن زوين. هذه فيه غورميت والخاتم والطوينجات 4 بياس. هذه 3 بياس 4 بياس 4 البياسات شحال غتبقى؟ يلا البنات هذا الطقم هذا كامل هذا الفان كليف بهذا الموديل هذا فيه الكحل وفيه الاحمر وفيه الخضر غيبقى لنا ب 100 درهم ان شاء الله دائما في البروم. الطقم هادو انا كنقول روميين هادو صيفيين مع الكتيوات دابا وفي الخضيضر في الفيغ او في الحمامر في الازرق هادو اللوينات ديال الصيف مع الكتيوات واللوينات اللي فيهم. كاينه سنيسله بهاد الحجيرات هادو شفتو كاين سنيسله بالطوينكات بالخاتم وفي اللوان كاين الغوز كاين هاد الفيغ او كاين الكحل هذا ولا البلومارين كحل وكاين هاد الخضر هذا وكاين الكرونه هادو شحال غيبقاو ان شاء الله؟ الثمن حصري يلا انا ديك لا لطيفه 120 درهم هاد الطقم 120 درهم يلا البنات هادو ب 120 درهم ودائما تهلوا هادو لا دائما تهلوا كي الصيف عام تهلوا بسم الله اللي كيجيو عندنا كيما كيقولك والله ما حييتها من عندي وكما قلت لنا انت لطيفه في ايدي انا هذا واخا يكون يجي عند اي واحد كنقول ليه تهلوا دابا هاد براسلي شنو وقع له قلت دابا قدام صافي نخليه في يديه باش يبيض نبدلو ساعة ما بغاش يبيض ولكن ديما كنقول للناس علاش ما تقولناش نتهلو كاين اللي كيبغي يكرفص الحاجة جافيل الريحة خلاص هادو راه غادي يكحلوهم سور بلاك يلا البنات هادو بقاو لينا ان شاء الله ب 120 درهم يلا البنات سارعوا وفيهم اللوينات دائما في الحجيرات وفي الجديد وفي الصيف اييه الملاكي هذا الملاكي خصنا هاد هادو راه كانوا بكري في الذهب كانوا ياك يلا شوفوا معايا اللوينات دائما المحافظه راه اي حاجه تحتاج عندك حساب على الانسان تهلو راه بحال الجلابه بحال الفوره بحال السكينه بحال كل شيء اي حاجه بحال كل شيء باش يبقى لك ديريهم منين تخرج من تدخلي لدارك حطيهم في الصناديقه ديالهم ولا في البواطا ديالهم لا لطيفه كيدوزو على دوبل فاس تقدر كتبقاو تقلبوا كيبقاو يبانوا البولات حيت فيهم البولات يعني حتى السلسله كتبقى الضو كتبان البولات زعما حمر والكورميت بالخميسه والطوينكا حتى هما هابطين اييه كيبان تبارك الله وكتماري مثلا مع السلسله جلابه هادو فيهم اللوينات كيتلبسوا مع الروميين هادو سلسله روميين عندنا الاحمر عندنا الاخضر ملكي وعندنا هذا فيه اللوينات يعني الزرق الاخضر الاحمر الشيبي هذا فيه اللوينات هذا داك البلو جين هذا اللوين ديال الجين وهذا الابيض يمشي مع كل شيء وهذا الخير عاوتاني شحال غيبقى لينا حنا هاد واحد الاسمنه اللي كنديروا اسمنه حصريه كنتمنوا من الله الكليان ديال كيدعمونا وكنتمنوا من الله يجيو عندنا مرحبا ان شاء الله يجيو يشوفوا بعينيكم الثمن ديالهم غادي يبقاو ان شاء الله هادو 100 درهم 100 درهم لا نقول لهم لا 130 لا 120 هادو اييه طوينكات وسنيسله والكورميت بالخميسه غيبقاو 100 درهم وتبارك ندوز لكم ان شاء الله موديل الخميسات موديل غزال عاوتاني وشي حاجه انيقه وشي حاجه زوينه والثمن الثمن جد مناسب كاين هذا الموديل هذا تجي خميسه طوينكات على هذا الشكل وخميسه هنايا في المنصب ديالها وتجي السنتله فيها جوج ثلاثه الخميسات خميسه كبيره وخميسه هنا وخميسه هنا شفتوا الموديل ديالها الثمن هذه حصري 100 درهم هذه البنات اللي غدوزي دابا يلا البنات هذه الموديلات اللي غنوريكم 100 درهم هذا الموديل ب 100 درهم هذا اللي فيه الحجيرات على شكل خميسات بهذ الحجيرات بلديين حتى هما غادي يبقاو 100 درهم سنيسله هنا فيها هذه الحجيره هذه وسنيسله هنا طويله حتى هي 100 درهم هذا الموديل فيه حتى هو طوينكات بالحجيرات هذا حتى هو 100 درهم هاد ثلاثه الموديلات البنات غيبقاو لكم ان شاء الله 100 درهم كلشي يلبس الذهب وندوزو لهذا الموديل هذا عاوتاني خفيف شي حاجه خفيفه فيها طوينكات بحجيرات كحلين خميسه دائما والسنيسله هنا وفيها الخضر هادو شحال غادي يبقى الثمن ديالهم هادو البنات هاد الطوينكات بالسنيسله ديالها ديالهم غادي يبقاو ب 70 درهم ثمن حصري غنبداو ان شاء الله من هاد السنيسلات هادو الرقاق حتى هما الجديد فيهم شفتو هادو حتى هما رقاقين هادو شوفوا معايا هاد الموديلات كاملين شحال تيمشيو هادو؟ هادو كلهم هاد الموديلات اللي غدوز واحد وجوج وثلاثة ولا غيبقى بروموسيو ب 40 درهم البنات هاد السنيسلات الرقاق كلهم هادو كنقولو الخريج شات العرق كلهم غادي يبقاو لكم ان شاء الله ب 40 درهم كاين هادو اللي فيهم هاد الحجيرات كاين اللي فيهم هاد الايام هادو كلهم واحد راه حنا دايرين وحده فوق وحده وكاين اللي كتبغي تلبسها جوج وكاين اللي كتبغي تلبسها وحده بحال دابا هاهي وحيده فيها وينات فيها سويرتات هادو فيهم مضويورات هادي فيها السيمات هادي فيها
دابا كنلقاو وحده فيها جوج سميسلات وكاينين اللي فيها وحده كل وحده والاختيار ديالها تيبقاو بجوجهم ب 40 درهم. خديتي وحده 40 درهم خديتي جوج تيبقاو لا هي فيها حنا دايرينها فيها جوج يعني باش كاين مشكلات بزاف فهمتك يعني هذه واش لاصقه معاها لا ما لاصقاش معاها كل وحده بوحدها حيت كاين مشكلات بزاف حنا دايرين وحده فوق وحده باش بجوجهم يبانوا دونك دابا نقولوا هادو هادي بوحدها تدير 40 درهم هاد ها هي بحال هادو هنا هادي في هاد الفراشات هادو شفتوا هادو كلهم غادي يبقاو ب 40 درهم شفتوا معايا هادي شوفوا هادي هاد الشكل هذا حتى هو ب 40 درهم كلهم كلهم ب 40 درهم وكاين هادو اللطيفه اللي الطوينكات ديالهم اييه دايرين 50 درهم 50 درهم الشجيره هادي الشجيره هادي دويلات هادو الريالات هادي البريكليف هادي البريكليف حتى هي فيها جوج وهادي الخميسه الطوينكات ديالها هادي ما فيهاش طوانك هادي ما فيهاش طوانك فيها جوج ب 50 درهم فيها جوج سميسات ب 50 درهم اللي فيهم الطوانك حتى هما ب 50 درهم اييه هادي الدويله هادو ديال 50 درهم هادو ديال 50 درهم تيجيو بالطوينكات ديالهم كاينين هادو الكورميطا تاع العيد اخر موديل اللي دخلوا دابا انا شوفوا البنات اش دايره شوفوا معايا اللي بغات داكشي الثقيل وداكشي اللي انا يدي ضعيفه شفتوا ها انتم البنات انا مذهبه عليكم اليوم هذه 80 درهم 80 بروموسيون يلا البنات هذه الكورميط هذه السده ديالها فين ما بغاتها وكتنقص سهله كتنقص حيت فيها العوينات كبار وشوفوا السده ديالها كيفاش دايره شفتوا يلا البنات 80 درهم كلشي يدير الذهب العراسات دابا والمناسبات كلشي الذهب وكاينين هادو الخفافين الرقاق كيكونوا جوج حتى هما اخر ما دخلت شي حاجه خفيفه وموديل زوين وانيق وباينه حتى موديل ما كاينش فيه الاخر حتى موديل ما كاينش فيه الاخر شوف هذا واحد الصالاش من هو هذا الشيء ما شاء الله موديلات حتى موديل كاين هذا الموديل هذا حتى هو شوفوا كيفاش داير هادو كلهم ب 60 درهم 60 درهم هادو كانوا دايرين 80 درهم هادو درنا فيهم واحد البروموسيون للكليان ديالنا يلا البنات سريعوا من 20 موديل اللي فيهم يلا كلشي يلبس الذهب العيد هذا والصيف هذا والمناسبات حنا كنراعي ولاد العيد الكبير هذا الناس اللي كتكون عندها واحد الله يحسن داكشي اللي كاين ولكن ضروري نهار العيد كنبانو باحلى حله داكشي اللي لبات بالقفيطنات بالديال ديالنا كيما تكون الظروف المغربيه ديما كتبان بواحد الميزه كبيره كاين اللي عنده اللي ما عندوش كلشي غادي يكون مفركس ان شاء الله باذن الله اي شوفوا معايا يسارعوا في هذا ما بقاش بزاف يسارعوا اللي باغي شي كومون ولا تحاول تسارع باش انا اللي كيعجبني البنات كنلبسو كنقيسو انا بعدا نحيد شهوتي منه شفتوا هذا الموديل حتى هو هادو كلهم 60 درهم تيجيو فيهم جوج غورميطات جوج غورميطات شفتوا دائما البنات هذا الشيء التهلو من الاحسن ديري ملي تكوني خارجه من دخلي لدارك حطيه كيف ما تندير انايا هما الموديلات عاوتاني انا لطيفه هادو حتى هما جوج فيهم جوج الموديلات ديال هذا حيت فيهم موديلات بزاف قلتي هي اكثر من شحال من موديل في هذا اكثر من 20 موديل شوفوا معايا هادو كلهم هما هاد الموديلات اللي تيجيو كيجيو هكا دو بياس كيجيو جوج سميسلات هادو كلهم دائما الجمله والتقصير الجمله والتقصير مرحبا كاين موديل اخر هذا تيجي على شكل كوغميت فيه حتى هو هذا الموديل هذا كاين هذا الشكل هذا كاين هذا الشكل هنايا كاين هاد كنقولوا الصفر والاحمر يعني البلاكيور احمر والبلاكيور يعني ليكسبي ولا سي شفتوا هانتوما هادو حتى هما شحال قلنا هادو 60 درهم هادو كلهم 60 درهم انا ندير لكم غير جوله اللي بغات شي حاجه دير سكرين وندوزو لهادو ان شاء الله حتى هما 60 درهم الطبيعي حتى هو ب 60 درهم في مثلا بحال هادي فيها هاد سميتو هاد المصيص هذا كاين هادو اللي فيهم دي كاين هادو هاد الماركه كاين هاد الشكل هذا كاين الحصيره ب 60 درهم 60 درهم كاع الموديل اللي مبوزو في الطابلو 60 درهم هادو البنات حتى هما طوندونس هادو في الذهب هاد لي بول هادو كيكونوا في الصفر وفي البرونز وفي البيض وفيهم درجات كاين الرقيق وكاين هذا حتى هو ب 60 كاين هذا الشكل ب 60 درهم هادو ب 60 درهم هذا الموديل ديال الحصيره حتى هو ب 60 درهم كاين هذا الشكل هذا حتى هو قلوي القلوي شوفوا القلوي الموديل ديالها حتى هي ب 60 درهم هذه 60 درهم فان كليف حتى هي ب 60 درهم هذه حتى هي في هاد الخريشات شوفوا معايا الصكلة لا والقليب شوفوا بحال هذا الشكل اللي انا دايره هذه الكبيره وهذه الصغيره ديالها وكاين هذا الموديل حتى هو كتكون كورميط غليظه وكيكونوا هاد الخريشات هادو رقاق البنات كنعتذروا على الصداع ما حنا في القيصريه وراكم عارفين الناس طالعه مع المحل خارج على السوق
يعني طابله جامعه الدخله. هادو كلهم البنات شفناهم 60 درهم. هنا دابا 70 درهم. هنا غندخلوا 70 درهم. هادو لاسي. لاسي كلشي هادو لاسي يعني هذا ثاني عندي وحده منهم. ثاني عندي وحده من هادو بقات هي صراحه. يعني كتشوفوني دايرها. كاين هاد الموديل هادو 70 درهم. كاين هذا فان كليف 70 درهم. دوبل فاس. دوبل فاس هادي. تبعوا معنا كملوا معنا الفيديو راه في اخر الفيديو غيكونوا كادو ان شاء الله للكليان ديالك اللي تقدم عندنا ضروري نعطيو واحد الهديه رمزيه. هادشي اللي خليته لنا حتى الاخر الله يعطيك الخير. شوفوا معايا هذا الموديل هذا حتى هو واللي ما تبعش حتى الاخر ما غاديش ياخذ الكادو ان شاء الله. المهم سوا تقدع عندنا بزاف سوا تقدع عندنا شويه سوا نعطيو كادو. الله يعطيكم الخير بارك الله فيك خويا امين. بجوج بجوج بحال بحال راه حيت كليان اللي قريب لشي بلاصه يمشي. يلا كادو في المتناول الجميع اللي كيدير واحد الثمن غالي حنا غنعطيوه غير كادو صافي. يلا انا غنبدا انا الناس غنبدا انا الاولى اليوم انا راه معمره يدي غنتقدى اليوم. الله يتسهل لك الخير. الله يعطيك الخير خويا انا الله يعطيك الخير. شوفوا معايا هذا الموديل خفيف حتى هو 70 درهم. هادو كلهم 70 درهم شفتوا يعني موديل ما تيشبه الموديل الريالات مثلا بحال هذا يعني راه كيدورو خير ديالو كل الأنواع يعني اللي تطلق حول كانت غليظة واللي عندها الذوق زوين اللي عندها الذوق كلاس اللي عندها كل شيء بلدية رومية كل شيء يلبس. وعاوتاني هادو ديال السيوم هادو ديال الحصيرة موديلات خياليين فان كليب الخميسة قليبات فان كليب بحال هكا موديلات والله هادو شحال حتى هما هادو 70 درهم. هادو د الحصيرة كلهم 70 درهم وهنا 30 درهم. هذا بروموسيون حصري 30 درهم. هاد الفان كليبات هادو اللي هنايا حصريين ب 30 درهم للمشي تبعي. يلا البنات الفان كليب هنايا صوب 30 درهم كلشي يذهب. كاين هادو حتى هما شحال قلنا هادو؟ هادو 70 هادشي اللي كتقول هادو كله دابا هنا 70 درهم وهادو غيبقاو حصريين في القناه ديالك لالا لطيفه ب 30 درهم. يلا البنات هادو كاملين أيوة أيوة. يا كلهم لا حيدي مثلا هادو السيليكون هادشي اللي هنايا. يلا البنات هادو كاملين غيبقاو لكم ب 30 درهم. فيهم الاكس فيهم المسمار شفتوا فيهم هذه البلاكه عريضه. هادو كلهم غادي يبقاو لكم حتى لهنا غير هنا نقولوا هادو كاملين ب 30 درهم. يلا البنات هادو ب 30 درهم. هادو اللي قلنا هنا ب 60 درهم اللي فيهم القلوي الى اخره. المهم هي مدير راه واخا تكون حنا ما عمرها تكون داكشي مخربه وقلنا راه قلتي واحد راه كيكون داكشي مخربه. المهم 30 درهم عطاك وهادو لا لطيفه حتى هما 30 درهم. يلا البنات هادو ب 30 درهم فيهم هذه ديال القهوه شفتوا 30 درهم نزيدكم الضو باش يبان لكم مزيان شفتوا. هادو كلهم هادو ب 30 درهم دائما التهلو. وهادو حتى هما هاد الخريشات بروموسيون هادو هاديك عنقله الايد يد العنق الطوال يد العنق الطوين فيها الكورمي تاع اليد وفيها العنق والطوينكات. شحال تيبقاو هادو؟ خمسة ديال الموديلات كيديرو 70 درهم البنات. هادو خمسة الموديلات وكاينه كورميط والطوانق والسنيسلا هادو كاملين تيبقاو ب 70 درهم. ومعمرو ما خسروا الحساب عليهم الاتصال هادو هادو التهلو غير الريحه الريحه باش ما يكحلوش ليكم. شوفوا موديل اخر السنيسلات والثمن. كاين هاد الموديلات هادو اللي تيجيو دابا وحده فيها جوج ولا كل وحده بوحدها؟ وحده فيها جوج وحده فيها جوج فيها لي بول وفيها هاد لي بوندون شوف هادو. كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل اللي فيه ثلاثة هذا فيه ثلاثة وهذا فيه جوج بالطوينكات واحد هما اللي في الثمن. أييه نبداو بهذا قلنا هادو 70 درهم. هاد الموديل ب 70 هاد الموديل ب 70 هاد الموديل ب 70 وهادو اللي فيهم الطوانق ديالهم كيبقاو بروموسيون 90 درهم. هادو بالطوينكات ديالهم كيبقاو 90 درهم. هادو حتى هما دايرين طوندونس بهاد الفي هادي هادو ب 90 وهادو ب 70 وهادو اللي كتكون ديال العين سلسلة فيها دوبل شين. بلاتي بلاتي بالنسبة للبنات تيقولي ديك الكورميط اللي تديري منين خديتيها هي هادي اللي تنديرها البنات اللي فيها العوينة هي هادي كنت خديتها من عند الأخوين شفتو هي هادي. وفيها دابا خويا راه فين ما مشاو الكوز نشوف فروم قصر الزموري ولا يجيو عندنا هنا دابا درت شوفاته ديال العنق هادي شحال تتبقى هي وياها تتبقى ب 150 درهم. هادو بجوجهم 150 هادي كنا هادي كنا خديناها ب 80 دابا بجوجهم غيبقاو لكم ب 150 درهم. هادي رائعه يعني هادي كانت عندي انا باقا عندي كتشوفوني دايرها هادو بجوج ان شاء الله 150 درهم. البنات دائما في الكورميط
موديل اخر عاوتاني. غنمشي لكم هاد الكورميطات كاملين اللي غنوريكم دابا 80 درهم فيهم حتى اول موديل هو هذا اللي شويه انا قلت لهم هذا غيجي رجالي ماشي غيجي هذا رجالي راه لابسوا لينا ياسين شوفوا ها ياسين موديلات بزاف اييه شوفوا معايا كيفاش جا في يد ياسين وهذه غضب منها لبسوهم بجوج ولكن انا غير شفتو قلت لك هذا رجالي اكثر فيهم عاوتاني هذه راه موديل ما كيشبه الاخر هادو ب 80 درهم شفتوا كيفاش جاو شرحت لك انا لطيف يقدر يكتبوا فيه السميه هنا مثلا شي واحد كتبغي تعطيه كادو تكتب لي السميه ديالو هنا حنا ما كنكتبوا السميه اي غادي دير الدايبي هو اللي تيكتبوا لا غادي نقرا هادي ديال الرجال يقدروا يلبسوا العيالات حنا كنقولوا لهم رجال وكاين موديلات اخرين ها هما حتى كاين هذا الموديل هذا هكا بالحجر حتى هو غورميت كاين هذا الشكل هذا حتى هو شوفوا كيفاش داير شفتوا هادو كلهم كاين موديل اخر هو هذا بحال الحجر مزيان هانتوما كيفاش نقص لكم الاضاءه باش يبان لكم هادي عاوتاني دايره بحال السامبل اييه درجات هي تتبان بحال فيها شي هذا ولكن اييه ولكن هي هكا مخدومه هكا هانتوما كاينه هادي كاين هذا الموديل هذا كاينه هادي بحال المقاله اييه بحال الستيل تاع المقاله هذا مراتكو هذا تا هو رجالي تا هو يديروا رجال راه فليكس بي راه ما كاينه فلاسي هذه فليكس بي فليكس بي البنات هذو كلهم فليكس بي يعني هذه رقيقه كلهم فليكس بي شي حاجه اللي زوينه بزاف ما تخافيش منهم ما تخافيش منهم بحال بحال الطوان هادي عاوتاني هادي هادي الكافيه هادي الكافيه هادي مطلوبه هادي بزاف شفتوا الشكل ديالها فاش كتجي البنات هانيا كاين هاد الشكل هذا ها هو كاين هاد الشكل هذا لانفيني شفتو معايا باش تبان هادي لانفيني وحده فيها الحجيرات وحده سامبل هادي حجيرات وحده سامبل هادو دويورات نشوف لكم ها هي اسمح لنا على الاضاءه ولكن نجيو نشوفوا بعينيهم ان شاء الله شوفوا حيت تنحاول نقص الضوء ونزيد الضوء ولكن المهم الفكره كتوصل هذا عاوتاني بنتي خويا هادي حتى هي الشكل ديالها رائع هادي حتى هي شوفوا معايا الشكل ديالها طالية غير هنا ها هي باش يبان لهم اكثر شفتوا بالحجر ديالها جات واعره هادي حتى هي شوف وحده سامبل وحده بالحجر شتي وحده صغيره وحده كبيره هادي كلها بالحجر زوينه وشوفوا هادي عاوتاني قليله طالية هنايا باش تبان لهم اكثر شوفوا هادي قليله حتى هي دائما 80 درهم كاين هادي الشكل ديالها حتى هي هادي فحال اللي قلنا في الاول فحال شكل صمطه الساعه ها هي ها هي كاين الخفيف وكاين الثقيل كاين هادو خفافين حتى هما شوفوا معايا كيفاش دايره شفتوا كاين الرادكو على ثلاثه الرادكو على ثلاثه هادو تيجيو خفافين حتى هي 80 هادي فيها ثلاثه والسنيسله ديالها وفيها خميسه هادي شفتوا ونشوفوا هذا الموديل والله العظيم الا تشوف الذهب هكا اييه هذا الريالات والله الا ما شاء الله هذه راه موديل ديال فليكس بي زعما شي حاجه ديال الروعه كاينه في لاسيك هذه فليكس بي 80 درهم 80 درهم 80 درهم شوفوا موديل اخر ندوز لكم ان شاء الله هاد لي غورميت هادو ديال العنق بالسنيسله بالغورميت ديالها هادو شنو هما فليكس بي هادو شي حاجه مزيانه بالطبعه ديالهم حيت الناس حريفيه كيعرفوا ها لي غورميت وعارفين ستاندي لي سبي بان الناس تلعب شوف لهم تبارك الله زوين ها هي شوفي ها هي الطبعه ديالها وفي السلسله كذلك حتى هي مطبوعه هاد كاع الموديلات اللي غندوزو راه الطبعه ديالهم في السلسله وطالع يعني راه عارفين هما الطبعه ديال لي سبي الناس اللي كيعرفوها راه الطبعه ديالها حاجه زوينه كاع فيهم موديلات كاين مثلا هذا الموديل كاين هذا غلط منه شويه بحال شكل حصيره هذا بحال ستي الحصيره وكاين هذا شفتوا كيفاش داير هذا فحال اش كيقولوا ليها الرادكو هذا فحال الرادكو هذا حتى هو قريب ليه وهذا حتى هو شفتوا هادو اثمنه غندير لهم ثمن البروموسيو ديال هذا هذا 150 درهم ثمن البروموسيو البنات هادو غيبقاو لكم 150 سلسله بالغورميت ديالها في هاد الموديلات المخيره ديال ليكس يعني الحاجه اللي كتحمر الوجه بزاف وكتحمر الوجه كما قلتي هادو البنات 150 درهم وندوزو لهاد الموديل هذا حتى هو هادو موديلات هادو عاوتاني هاد الشيء هادو مبرومين شفتوا كيفاش دايرين سلسلتهم غليظه هادو سلسلتهم غليظه ها هي شفتوا راه كاينه كاينه الطبعه ديالهم هادو مطبوعين
كلهم هذا مطبوعين ليكس بي فيهم هذا الشكل طبعه في السلسله طبعه في البوريه كاين هذا الشكل بحال شكل ضفيره شفتوا كاين هذا الشكل هذا هادو الناس ديال برا كيعشقوا بحال هاد الموديلات بزاف اجي نقول لك هادو ديرهم حتى الاولاد اييه هادو اييه هادو الاولاد حتى نتوما ديروهم بالنسبه اللي بغات تاخذ شي كادو لخوها للزوج ديالها حنا قلناها قبل وكاين هاد الشكل هذا حتى هو شكل ضفيره هادو كاملين شحال هادي بقى ما كيبقى شكل اخر ما تيشبه شكل اخر هادو كلهم غيبقاو بروموسيو ب 180 درهم الاولين 150 الاولين 150 وهادو 180 البنات عقلوا على الاثمنه مرحبا نعم مرحبا الناس كيجيو عند بالماحا كيقول لك ها انت راه الطالقه درتها ما خسراتش هما هادو الطواق ديال ليكس اييه هما هادو راه كاينين عندنا فيهم اشكال غندوزو ان شاء الله كيقول كي لك ما كتقنعوم بها كضربات عدي عام عامين ها هي هادي اختي هادو كاملين ديال ليكس بي الطبعه ديال ليكس دابا غنقولوا للناس بان هاد ليكس بي ما غاديش تبيض لكم فحال الطوينكات ماشي ولكن حتى هما دابا الناس كيجيو عندك يقول لك راه طالقه درتها عام هاد الموديل ما تيبيضش وكل شيء ما تبيضش ولكن ما كتعرفش بان ليكس بي انا بغيت نشرح لهم بان راه ليكس بي هذيك الطالقات اللي كيديروا الناس راه هما هادو وهادو اللي عارفها راه عارفه اللي ما عارفهاش راه هادو ليكس بي دونك هادو حتى هما ليكس بي يعني حتى هما ما تيبيضوش يعني واحد الماركه اللي مزيانه في البلاكيور تنقول هو كيضربوا المده ماشي ما كيبيض ولا كيكحل مده الا ما عاد ما كيبقاش دابا البريميوم كيبقى تما هو كيبقى مزيان البريميوم ديالو كيرقص لا لا غنرجع لكم البراسلي ديالي القديم لاسين وليكس بي كيبقى مزيان كيبقى مزيان مدة مثلا عام غيقلت لك لا ما عندي ما كيمشي ما هو كيبقى مزيان كيبقى مزيان ودائما الريحه وجافيل داك الشيء ما يوصلوش هاد الطوينكات ارتفاع عامل نهائيا بالنسبه لهاد الطوينكات ما تيبيضوش ناخذهم حتى لبنياتنا الصغار زوينين شحال تيبقاو هادو جبدناهم جبدناهم هادو كيبقاو ب 20 درهم يلا الناس الطوينكات ان شاء الله ب 20 درهم غنقولوا مفاجاه كاينه في اخر الفيديو ان شاء الله الله يعطيك الخير دونك هادو كيمشيو ب 180 دو بياس وهادو 150 ونشوفوا موديل اخر ثم البنات كاينين هاد لي براسلي هادو كاينين في الفروش وكاينين في الجلوي كاينين لي بلاستيك مثلا بحال هذا بلاستيك وكاين لي في هذا اللي في هاد هذا الخيط هذا شفتوا فيه هاد لي بول هادو وفيه الفروج وكاين هذا الجلوي حتى هو بلاستيك وعاد كاين هذا الموديل هذا تيجي هكا في هاد كيتحل شفتوا كيفاش كيتحل ليهم كيفاش تيتحل شفتوا وانا ها كيفاش جاني في ايديا هادو عاوتاني روميين شي حاجه زوينه هادو كلهم 50 درهم وهذا بوحدو ب 80 درهم دونك البنات هادو وفيهم اللوينات نوريهم اللوينات هانتوما فيهم اللوينات فيهم الاحمر فيهم الكحل مثلا انا دايره الزرق وباقي فيهم اللوينات هادو ديال البلوي حتى هما بلاستيك فيهم الخضر فيهم الغوص فيهم الاحمر وانا دايره البلوغوا شفتوا هادو 50 درهم وهادو حتى هما باللوينات شفتوا هادو باللوينات كيتحلوا على شكل براسلي هادو ب 80 درهم ها كيفاش تيجيو من البوسين انيقين وكل شيء يلبس الذهب دراوش وكاينين هادو برومونسيو دايرين هادو قلتي لي 20 درهم هادو 20 درهم هاد العقيق هذا بلي بول وفيهم هاد الخميسه كاينه في الصفر مثلا كنتي دايره الصفر وكاين بالبيض يعني بالققري وكاين الذهبي حتى هما تيجيو في اللبس ديالهم هكا هادو مصورين عاوتاني في النقره كنحاولوا نهضوا كاع الاطراف اللي في النقره اييه يعني هاد الشيء كيبغيو البنات بزاف متوفر هادو ب 20 درهم هادو ب 50 درهم وهذا ب 80 درهم ونشوفوا موديل اخر دوز لكم البراسليات هنايا تيجي براسليات كيجيو ثلاثه غندير لكم باول موديل هو هذا شفتوا المسمار وفيه هذا الحجر والفيس والفان كليف هانتوما شفتوا هذا غادي يمشي ب 180 درهم الا خديتي واحد ب 70 درهم كاين هذا الموديل هذا فيه حتى هو المسمار وفيه الاكس وكلهم فيهم هاد السدادات هادو ديال بحال ديال الذهب حيت هما خارجين من الذهب وفيه الفان كليف حتى هو شفتوا 180 درهم واحد ب 70 درهم الخشرة ديالك لا لا لطيف هيا كاين هذا الجاكوار والمسمار بالحجر والفان كليف على كله داير حتى هو 180 درهم كاين موديل اخر حتى هو عاوتاني المسمار موديل اخر شفتوا موديلات بزاف كاين المسمار لي سامبل كاين المسمار لي فيه الحجر كاين لي رقيق كاين لي غليظ كل وحده وكيبقاو دائما بنفس الثمن 180 كاين هنا عاوتاني بحال هاد الفان كليف رقيق شفتوا والمسمار ماشي بحال اللي شديتو في الاول رقيقه اييه دابا لا بحال هادي اللي شدينا في الاول غليظه وهادي الرقيقه ديالها بالاكس وبالمسمار
غنوريكم من الداخل كيفاش دايرين. شفتوا ها نتوما البنات فيهم الطبعه؟ لا ما فيهمش. هادو ما فيهمش الطبعه، انا غنوريكم اللي فيهم الطبعه البنات. هادو ما فيهمش الطبعه، تيمشيو ثلاثه. اييه هذا كنقولوا داك الذهب الصفر. ها نتوما البنات انا كيجاوني في يديا مع الخاتم. شفتوا هما كيفاش تيبانوا؟ انا عجبوني هادو، درتهم هما كلهم زوينين. شوفوا لهنايا البراسلي ديال المسمار كيفاش داير. لطيف يقدر مثلا هاد الثلاثة حنا اللي صايبنا ما يعجبوش مثلا هاد الثلاثة، يقدر ياخذ جوج من هنا وياخذ واحد من هنا. ياخذ موديل آخر. أييه كيف ما درتو هنا. دابا بحال هادو ثلاثة فان كليف 180، بغيتي أييه بغيتي تخليهم بجوج وديري واحد آخر الوسط موديل آخر، لك الاختيار. دونك البنات هادو هما الموديلات، حتى في الفان كليف حتى هما ولا في الجلوي كاين موديلات، كاين بالفيس وهكا، وكاين سامبل، كاين سامبل، كاين اللي جلوي بال كاين جلوي فان كليف. دونك هادو البنات كلهم تيمشيو موديلات 180 درهم، وإلا خديتي واحد ستاخذيه ب 70 درهم. ونشوفوا شكل آخر. غندوز لكم إن شاء الله البراسليات هادو بالخواتمات ديالهم، وتيمشي واحد. كاين بزاف د الموديلات، تا هو فيه الجلوي شفتو بالمسمار بالفيس، يعني تيجي جلوي بالفيس. كاين هنايا هذا الموديل، كاين هذا الحنش هذا، شوفوا المسمار هذا كله بالحجر وبالخاتم ديالو، نقولوا الاثمنه هذو كلهم ثمن واحد 130 درهم. هذو البنات كلهم غادي يمشيو لكم 130 درهم. نحاول نقص الاضاءه، نزيدكم الاضاءه باش يبان لكم. شفتوا كاين مثلا هذا فان كليف بالخاتم ديالو محلول، كاين هاد جاكوار هذا بالخاتم ديالو، كاين هادو كيمشيو ثلاثة حتى هو ب 130. هذا البنات كيمشي بثلاثة وبالخاتم ديالو. شوفوا معايا الخاتم انا نلبسو لكم البنات. هذا البراسلي هكا فيه ثلاثة، فيه الفيس وفيه المسمار وفيه هذا بالحجر وبالخاتم ديالو. هادو بجوجة البنات تيمشيو ب 130 درهم. كاين بزاف د الموديلات. شوفوا معايا، شوف هذا تا هو فيه ثلاثه، هذا الجلوي رقيق، كاين الجلوي بتخوادي بالخاتم ديالو، كاين هذا الموديل، هادو كلهم تيمشيو ب 130 درهم. كاين هذا سيرفو هكا الحنش بهذا الشكل هذا، كاين هذا الجاكوار معلق هذا معلق فيه، كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل، كاين هذا تا هو الفان كليف عاوتاني في شكل اخر. هو كيبان لكم بحال بحال، ولكن موديل ما تيشبه موديل. موديل ما كيشبه. شفتوا كل موديل الشكل ديالو. اييه هادو كلهم بخواتمهم 130 درهم. ونشوفوا موديل اخر. تا هو الطوندوس. فان كليف مسمار وكله حجر. وكله حجر هذا، نقرب لكم اكثر، بالخاتم ديالو تا هو 130. 130. تا هو 130 درهم. هذا كنعاود 170 درهم. يوما. كنا بغينا نديرو في القناه ديالك انا لطيف. 130 درهم، الله يعطيك الخير. ان شاء الله غادي ندوزو للمضامي والشمارات، حتى هما كاينين والمناسبات دابا، وكلشي غادي يذهب كما قلت لكم. موديلات الشمارات كاين هذا الموديل هذا مثلا، وفي هادو هكا ثقالين ولا عراضين شفتوا، وهذه اللي تجي في الجل كتجي هنا على الكتاف. هذا الموديل هذا كلهم هادو تيمشيو 170، كيمشيو 170 درهم. كاين هذا الشكل هذا، وكاين هذا الشكل هذا، هذا مثلا فيه الخضر والاحمر، هذا تا هو فيه الخضر والاحمر، وهذا الابيض كيجي في الابيض، وتيجي نفس الموديل. ها انتم اللبسه ديالو حنا لبسناها، شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي هذه الورده هذه كبيره هنايا، وهادو تيجيو عراضين، وهذه فين كتجي في هذيك ها هما هادو ديال الكتف. اييه هادو القدام تيبقاو هاد الشمر تيبقى ب 170 درهم، كبير وثقيل. وهادو الرقاق، هاد الرقاق ديال هادو عاوتاني رقاقين شفتو، ما جاوش بحال هادو اللي فيهم هادو غلاظ هكا تسنينات غلاظ، هادو جاو هكا رقاقين شفتو كيفاش جاو، حتى هما 170. 170 السكيرات ديالهم كاين غيرات، الناس يعاونونا بالسكيرين. ثاني موديل حتى هو في الخفيف وفيه غير هادو شفتو، ها انتوما هادو كلهم تيبقاو ب 170 درهم. تقدري تاخدي الشمار وتلقاي المضمه ديالو. المضامي كاين بزاف بزاف د الموديلات، وموديل تيحمق على موديل. ندوز لكم المضيمات البنات، هادو مضيمات هكا، شوفوا كل موديل والشكل ديالو، كاين البيض، كاين هادو الصفرين بهاد الحجيرات هادو، كاين هاد الشكيل هذا. اللي بغات شي حاجه البنات دير سكرين باش تسهل عليها وتسهل حتى على الدراري، نقص لكم الضو باش يبان ياك. كاين هاد الابيض، كاين هاد الموديل هذا، شوفوا معايا كاين هاد الشكيل هذا، هادو كلهم اللي غنوريكم دابا 120 درهم. كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا حتى هو.
هادو يلا دخلوا دابا في البرومو. برومو هادو البنات شحال قلتي لي كانوا؟ كانوا 170. 170 دابا 120. 120 وتقريبا كلهم هادو راه كيدخلوا في البرومو. يلا البنات هادي ديال الحصيره والحصيره داخل فيها هذا الشكل هذا، شفتوا كيفاش دايره هذه الحصيره واعره؟ شد لي خويا ياسين هكذا، شفتوا البنات هذه الحصيره وفيها هذا الحجر هذا واعره واعره 120 درهم. كاين هذا الشكل هذا تتجي كلها هكا، اي هذه بالصفر والبيض، هذه خطيره، هذه روميه، شفتوا خفيفه خفيفه 120 درهم. هاد تال هنا تال هنا هادو البنات، هاد الموديل هذا لا حد هادو كلهم هانتوما البنات ديروا سكرين من هنا تال هنا 120 درهم. كلشي راه باين لهم غير يعاونونا في السكرين سكرين البنات باش تخلصوا مع الاثمنه. كاين هاد الشكل هذا هادي كلها فيها انا غنعاود نشرح لهم دابا. هادو هاد السنينات اللي فيها كلهم فيهم الحجر، يعني ما تيجيوش بحال هادو سامبل، شفتوا هادو كلهم فيهم الحجر، تجي على هذا الشكل هذا. كاين هاد الموديل هذا كاين على الشكل المربع، شفتوا تجي حتى هي كلها فيها هاد الخضر والاحمر. البنات كنعتذر حنا في قيصريه، والقيصريه جينا حنا حدا الباب، اللي داخل اللي خارج علينا. كاين هاد الشكل هذا حتى هو عجبني، زوين وصغير، كيقول لك صغيره ومحيدق ولا خفيف ومحيدق ولا كيفاش كيقولوا له، حتى هو بغادي بالحجر في السنينات كاملين. كاين هاد الشكل حتى هو مربع تيجي على هاد الشكل، حتى هو فيه الحجر كامل البنات، شفتوا. كاين هاد الشكل هذا حتى هو، شوفوا معايا كيفاش داير، كامل حتى هو بالحجيره تحت للراس. دائما هادو 170 درهم، 170 اي هادو اللي فيهم البنات الحجيرات كاملين 170 درهم. واحد القضيه بغيت نقولها لهم، هادو هما الموديلات ديال 2021. يلا البنات موديل هاد الموديل في العام ما لبس الموديلات، هاد الموديل بحال ديال الذهب، منظمه ديال الذهب كلهم موديلات الشكل هذا. كيفاش دايره البنات غزال؟ البنات دائما المحل في الزموري والمحل في المصير اللي قريب لشي بلاصه يجي ليها. خليني نرجع لهاد الشكل هذا زوين صغير وانيق 170. كاين هاد الشكل هذا كله حجر هذا، والحجر فيه كامل حتى هو خضر والاحمر والحجر ابيض 170. كاين هاد الشكل هذا البنات موديل ما يشبه موديل، شوفوا معايا هاد الشكل هذا حتى هو، اييه كلها هكا 170 درهم. هذه صغيره ولكن الشكل ديالها رائع، شوفوا معايا 170 درهم. هادي اللي تا هو غندخلو هادو دابا اللي خرجوا جداد، الصفر والبيض وفيهم الحجر بالاسود. شفتوا كيفاش دايره البنات؟ هادي الشكل ديالها باش تبان لكم واعره واعره واعره. شوفوا معايا، انا اول مره نشوف هذا الموديل في المضمات. كل موديل دابا بزاف البنات غيكونوا فحالي. شوفوا معايا الجديد هذا، راه نقولوا 2022. شوفوا هذا الموديل هذا حتى هو داخل فيه البيض والصفر والحجيرات، والحجيرات هادو بالبيض وهنا بالاسود. شوفوا الموديل اللي حداه، شوفوا معايا هذا تا هو هذا الصفر والبيض ولا الحجر بالاسود، واعره حتى هذه فنه، يعني راه كتجي في شي قفطان. لا اله الا الله، واعرين واعرين واعرين. هذا الصفر والبيض، هذا الصفر والبيض بحال اللي شفنا هنايا، بلاتي نوريهم. هذه شفناها هكا وهنا العكس. شوفوا معايا انضمات شي حاجه طوب، انضمات الجديد شي حاجه طوب البنات. وحده كتمسك في وحده، عندها تتمسك. انا بدا حمقوني هذا الشيء الجديد اللي اول مره تنشوفو. 170 درهم هادي شفناها، وكاين هادو الكبار اللي كانوا كيديروا وصلوا 250 درهم، درنا لهم واحد البرومو دابا 200 درهم. يلا البنات الضمات 250 200 درهم دابا. هادو الكبار، هادو اللي تيجيو عراق تيديروا حتى النقافات ديال النقافات. اييه هاد الشكل، وكاين هاد الشكل من هادي راه عندنا انا لقيت هي اكبر من هادي. ياك 200 درهم 200 250 درهم 250، وهادو حتى هما كانوا 250 دابا 200 درهم. البنات انضمات شي حاجه طوب، اييه ومازال موديلات، مازال موديلات، مازال موديلات. حتى الخلاخل هادو ديال الخلاخل كاينين على شكل ريالات، شوفوا معايا كاين هادو ريالات. الريالات اختي لطيفه وداو كلشي، هادشي اللي بقى موجود. هادشي اللي بقى تكون عندهم فكره بان راه خلاخل، خلاخل حتى هما كاينين. كاين هذا الموديل هذا كاين بلاستيك، كاين فليكسي، اييه الثمن ديالهم كيبقى ب 30 درهم اختي لطيفه. خلاخل ب 30 درهم، مابقاوش موديلات بزاف، ولكن الناس اللي غيجيو ان شاء الله يلقاو الموديلات. غادي يلقاو الموديلات الزموري باقي عندنا هنا ما بقاوش. يلا البنات جاو الجمالات وجمعوا كل شيء، هادو كلهم تيمشيو ب 30 درهم. بزاف يكون تيجي عندنا الزمور. اييه انا البنات لبست لكم الخواتم الموديلات اللي عجبوني، الموديلات الكبار. كاين بزاف الموديلات، ها انتم البنات شوفوا معايا، شوفوا البنات موديلات في الخواتم شي حاجه طوب. عاوتاني انا لبست لكم هاد، انا لبست لكم هاد الموديلات. كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، موديلات الغلاب الكبارين زعما.
شوفوا معي اخواتهم كلهم ابتداء ولا نقولوا الاثمنه مثلا المارياج كله كيبقى ب 60 درهم المارياج كامل تيبقى ب 60 درهم غنوريهم المارياج بوحدو مثلا هاد الخوت ماكي كاملين هادو 80 درهم راه عامرين حشر هادو راه 120 مش كانوا اللي فيه الذكرى دابا 80 درهم هادو البنات 80 درهم بدل 120 درهم الغلاضين اللي بالحجر شنو اخر كاين اثمنه نقولوا غير جوله خفيفه بحال هاد الاكس واللي حداه واعرين الاكس بالقوس ياك دابا خارج هاد الموديلات ما كاينش بزاف باش الناس يعرفوا الفكره بحال داك اللي بالحجر اللي فيه حجره حمراء حجره خضراء ب 60 درهم ب 60 درهم البلديين بحال هاد الشكل هذا اختي اي هاد البلديين هادو اييه البلديين كيبقاو 50 درهم 50 درهم ديال الفروش كيبقى حتى هما ب 50 درهم ديال الفروش يبقاو هذا الكبير هذا الصغير ديالو تيبقاو ب 50 درهم هذاك الغليظ الكبير تيبقى ب 70 دونك هادو هما الموديلات اللي لكم غير جوله اللي بغات شي حاجه دير سكرين وتواصل معكم تعطيوها الاثمنه المارياجات كلهم هادو ب 60 درهم المارياج كله ب 60 درهم شوفوا معايا موديلات اللي جات يكون احسن اييه ان شاء الله من الاحسن باش كتعبري اييه اللي كنتو كتسولوني على هذا الخاتم وعلى هذا حتى هو هما باقي متوفرين المارياجات 60 درهم وهادو اللي بالحجر 80 درهم وكاين 70 درهم كاين 50 درهم كل موديل والشكل ديالو وندوز لكم الحاجه اخرى البنات الفيديو ديال اليوم سالا ولكن قبل ما نسالا وعدناكم كما كان كيقول لكم امين بقاو معنا حتى الاخر كاينين مفاجات المفاجاه شنو هي البنات جيت قديتي خديتي اي بياسه باي ثمن واخا ب 50 درهم مثلا مرحبا يلا البنات اي بياسه خديتيها كيف ما كانت غاليه رخيصه تتاخدي كادو تقدري تعزلي اي نوع ديال الطوينكات بغيتي شفتوا تاخدي اي نوع ديال الطوينكات بغيتي هادو كلهم كادو وحده فيهم ولا كتاخدي هاد البراسلي هذا هادو هو على حساب المود كيما كان هذا ديال العوينه بلاستيك من التحت هذا هو الكادو البنات اي حاجه خديتيها سواء غاليه ولا رخيصه ابتداء من 50 درهم اي اختيكل خديتي غتاخدي عليه هديه يا طانقه يا هاد البراسلي هذا طوانق فيهم بزاف تلوشوا شوفوا معايا هاد الموديلات كاملين تاخدي كادو توينغات والفيديو ديال اليوم سالا نتمنى ان شاء الله الجوله ديال اليوم تكونوا استفدتوا منها يعني تبارك الله مع شحال هذه ما صورت اليوم تعرمت عليا السلعه جينا مع الجديد صورنا لكم الجديد واحد الحوايج اخرين بزاف راه بزاف ديال لي موديل باقي ما شفناهمش حيت الفيديو غيجي طويل ولكن راه حاولت باش نشارك معكم كلشي كلشي والصراحه الدراري عياو ماشي خساره في وجهكم باش نوريو لكم كلشي مرحبا بكم والف مرحبا عند الاخوين ونقولوا بسلامه نقولوا بسلامه ومرحبا بكم الله يعطيكم الخير الله يخطيك لنا طيب وعليك المتابعين بارك الله فيكم المتابعات ديالي الكود برومو ديالكم منين تجيو حنا في قناه العثمانيات تاخذوا الكادو ديالكم وبسلامه عليكم الفيديو جاي ان شاء الله عواشركم مبروكين وبسلامه بالنسبه للطريق القصريه المصيره البنات انا جايه من لوطوروت كنطلعوا من الطلعه اللي فيها سيدي مومن البرنوصي عين سبع هي هذه تنطلعوا باش نوصلوا رومبا جوهره ندورو ان شاء الله كنماركيو ستوب وندورو على اليمن نيشان حتى رومبا جوهره يعني العنوان ما تيتلفش يعني انا بالنسبه ليا جايه من الطريق مثلا فحال جايه من جديده والناس اللي غيكونوا جايين من الطريق ديال الرباط غيطلعوا في نفس المحطه يعني في نفس الطلعه فيها سيدي مومن البرنوصي عين سبع تنطلعوا نيشان رومبا جوهره هي دي اللي انفاس معايا اللي كتكون فيها بحال هاد الكره الارضيه هذه بحال هاد الشكل تندير رومبا وتنمشي نيشان المدخل الاول يعني المدخل الاول تندخلوا تلقاو المحل مجوهرات الاخوين يعني قصريه المصير هي هذه ولا مركب